ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب دايما تكونوا بخير. لو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد. ولو عجبك الحلاوه بتاعه الكريسماس بتاعه النهارده دي ما تنسيش اللايك. النهارده بقى هعمل معاكي العصايه دي بتاعه الحلاوه بتاعه الكريسماس. تمام، عايزه اقولك انها هي عايزه فكره بس بسيطه جدا وسهله جدا، ومعايا طبعا بعملها معاكي بالتفصيل واحده واحده، خلاص فالدنيا سهله بس هي بتدي منظر حلو قوي، وهستعملها معاكي في حاجات تانية كتيره ان شاء الله. تمام، فتعالي بقى اقولك عشان ما اتكلمش كتير، تعالي اقولك انا هستعمل ايه النهارده. انا هستعمل حاجات بسيطه خالص. هستعمل اول حاجه المقص، هستعمل السلك اللي هو الرفيع ده، هستعمل خيط ابيض، يعني انا مستعمله النهارده ده يارن ارت جينز، ومستعمله اللون الاحمر كناكو برلاند او اي حاجتين يمشوا مع بعض، يعني ممكن يكون صوف مع صوف عادي، ناكو برلاند معانا عادي خالص، اي اتنين بس اهم حاجه ان هما يكونوا ايه زي بعض، يعني نفس السمك، ممكن ديفا الاتنين زي بعض. تمام، بس اهم حاجه يكون نفس السمك عشان تعرفي تشتغل، عشان ما يجيش ايه واحدة تبقى خيط رفيع وخيط تخين وما تعرفيش تشتغل. تمام، حابة تغيري الألوان برضو براحتك، يعني دي ألوان هو عموما بتبقى عادة بتبقى الأحمر في الأبيض، خلاص. فتعالي يلا بقى نبتدي كده مع بعض ونشتغل العصاية القمر دي مع بعض. تعالي بقى الدايرة السحرية من لفة واحدة، هعمل جواها بالأبيض، اشتغلت بالابيض اهو، اربعة غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة، واجيب بقى اللون الاحمر في نفس الدايرة اهي، شايفة انا هنا اهو جنبها على طول، هاجي هعمل نفس الحكايه بس في نفس الدايره، اربع غرز حشو، سيب بقى هنا اول واحده دي كده، واحد اتنين تلاته اربعه، هيجي اقفل بقى الدايره دي كده. خدي بالك انا بسيب الحلقتين لفوق، خلاص. تعالي بقى باجي باللون الاحمر على الابيض، وهشتغل لي بقى ايه غرزتين حشو، على اول غرزه غرزه حشو، تاني غرزه غرزه حشو، وهتطلع الخيط كده لبره، هاجي على الابيض اهو، واروح للاحمر، اشتغل على اول غرزه تقابلني، واحد اتنين، واطلع كده الخيط لبره، نجي بقى من الجنب التاني الاحمر، وهشتغل بقى هنا تلاته، هزود واحده، يعني هشتغل تلاته غرزه حشو، واحد اتنين تلاته، نفس الحكايه، شايف انا بعمل ايه؟ بطلع الاحمر ده كده لبره، اخر غرزه بسيبها لبره. علي للابيض، بعمل تبادل بقى الابيض، هاجي هنا بقى كمان اشتغل تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة، اطلع الخيط ده كده بره، احاول بقى ان انا ايه ادخلها. تمام، تعالي بقى نبدل الاحمر، اهي
هشتغل 3 حشو، 1 2 3، وطلع الأحمر وبدل الأبيض. هي عملية تبادل بس. أي، ويجي على الأحمر واشتغل 3 حشو، 1 2 3، ويجي أبدل للأحمر، 1 2 3، تعالي للأبيض، 1 2 3، وبدل للأحمر، 1 2 3، كده انا خلصت الطول اللي انا عايزاه. انا قعدت اشتغل 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 الطول اللي انا عايزاه. دي مثلا كانت كام؟ كانت 20 سنتي، 21 سنتي. انت حابه تطولي اكتر من كده او تقصري اكتر من كده، انت حر براحتك. خلاص، فانا كده بالنسبه لي الطول ده حلو قوي. كنت عامله واحده اقصر شويه، فدي كده ايه، انا عايزه واحده طويله وواحده قصيره. خلصت، يعني بقى ايه، اقفل مثلا الحمرة دي بغرزة منزلقة، وهاجي بدل ايه، اقص خيط. خلاص كده تمام. الابيض بس ايه، هطول الخيط بتاعه شوية، او لو عايزة العكس، يعني لو عايزة تقفلي بالاحمر وتقفلي الابيض كده بمنزلقة عادي، مفيش اي مشكلة خالص. خلاص، هدخل انا بس الابيض ده كده الاحمر. قبل ما اقفل بقى، هقوم جايبة السلك بتاعي رفيع، هاتني بس كده حتة صغيرة علشان السلك ده ما يعكسنيش وانا بدخله. خلاص، وهدخله كده بالراحة بالراحة، اهو 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 كمان. بصي لسه حته صغيره، وازقها بالراحه خالص. هاجي بقى انا للابيض. خلاص، انا خلاص حطيت السلك اهو، تمام. هاجي بقى للابيض، واقوم بايه، مقفله باللون الابيض. اجيب ابره طويله كده احط فيها خيط، واجي اقفل بقى. بدخل في اول حلقه اهو من بره، من جوه
من بره. قفلناه اهو. تعالي بقى نتني كده اي مكان انت عايزاه، عايزه من هنا من هنا، بس خليها من هنا احلى. نتنيها كده دي صغيره، عملتهم في ثواني يعني مش بتاخد وقت، فبأي مقاس انت عايزه. وبكده اكون خلصت معاكي العصايه بتاعت الايه، الحلاوه بتاعت الايه، كريسمس. ايه رايك؟ سهله جدا وبسيطه، بس هي عايزه فكره وصبر. انت تصبري ان انت تغيري كل شويه من اللون الاحمر للون الابيض. على فكره ممكن تعمليها بثلاث الوان، يعني احمر وابيض واخضر براحتك. ممكن تغير الأحمر للأخضر، وممكن تقصريها، ممكن تطوليها زي ما تحبي. تمام، عملتها معاكي بمنتهى السهولة. أتمنى بقى فيديو النهاردة والحلاوة الكريسماس القمر دي تكون عجبتك، ولو عجبتك ما تنسيش اللايك، وأشوفك فيديو جديد إن شاء الله.